بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 91 من الكتاب 23، كتاب الجنائز. باب ما قيل في أولاد المسلمين. أولاد المسلمين بالإجماع اللي يموتوا قبل البلوغ مع آبائهم وأمهاتهم في الجنة، بدليل القرآن واضح: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، خصوصا أنهم غير مكلفون وهم فرط. والنبي بينا أن من يموت من الصغار يكون فرط لآبائهم يوم القيامة، يعني يسبقونهم إلى الجنة. فيبقى أولاد المسلمين بالإجماع قالوا أنهم من أهل الجنة اللي هم ماتوا وهم صغار. في أولاد المشركين هو بقى حصل خلاف، يمكن 8 مذاهب في أولاد المشركين، والراجح أنهم برضو من أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب غير المكلف، ولأن كل مولود يولد على الفطرة. ده الراجح، لكن في مذاهب قالت لا، ده أولاد المشركين مع آبائهم، زي ما أولاد المؤمنين مع آبائهم يبقى أولاد المشركين مع آبائهم، وورد حديث يدل على ذلك. ويبدو أن برضو أولاد المشركين أصناف، هيبقى أصناف منهم هيبقوا مع آبائهم، لعلم الله فيهم أنهم لو كبروا هيكونوا مشركين على مقتضى علمه، وأصناف أخرى ربنا هيدخلهم الجنة. وقيل أيضا أن الله يختبرهم يوم القيامة، فإن نجحوا في الاختبار، وكل أيضا من مات قبل أن تصله الدعوة من المكلف، كل هؤلاء يختبروا يوم القيامة، فيمثل لهم نار وتمثل لهم جنة، ويأتيهم رسول من قبل الله عز وجل، ربما ملك في سورة بشر يقول لهم اتبعوني، ويأمرهم بأن يلقوا أنفسهم في هذه النار اللي ظاهرها نار، فإذا تبعوه وألقوا أنفسهم في النار اللي هي نار التكليف في الدنيا، التكليف في الدنيا هي شدة، فيمثل في الآخرة في سورة نار. والشهوة في الدنيا لأن فيها الرغبة واللذة تمثل في الآخرة في سورة جنة مثال. فإذا سمعوا كلام هذا الرسول وألقوا أنفسهم في نار النار المتمثلة أمامهم اللي هي في الدنيا تبقى اسمها نار التكليف، وفي الآخرة تسمى نار الاختبار، وجدوها جنة ويبقوا نجح. واللي ما يسمعش كلامه يبقى خلاص حقت عليه كلمة العذاب. ده قول. وبعدهم قالوا بس الاختبار في الآخرة، قالوا لا، ده في الآخرة الاختبار ده لما الكلام ده لما يدخل الجنة أو يدخل النار، ما فيش بقى اختبار، لكن وقت الحساب فيه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ففي أمره بالسجود، ففي أوامر في الآخرة هتحصل، فهم؟ ردوا على بعض، يعني العلماء يحبوا يردوا على بعض، يعني الأمر إن فيها خلاف كبير. وقيل إن هم خدم لأهل الجنة، إن أطفال المشركين خدم لأهل الجنة، يعني هيبقوا في الجنة بس يبقوا خدم لأهل الجنة لأنهم لم يعملوا أعمال ليبلغوا الدرجات. لكن على أي حال إحنا نميل إن هم من أهل الجنة، ليه؟ لأنهم كل مولود يولد على الفطرة، وربما يكون البعض الآخر تبع لمشيئة الله، لأن بعض العلماء قال لك هم حسب مشيئة الله فيهم، لأن الله يعلم لو كبروا وعرض عليهم الدين ماذا كانوا يختارون، فالله يدخلهم على مقتضى علمه سبحانه وتعالى، والله لا يظلم أحد، لأن الله يعلم لو كبر كان هيختار إيه، فهمت؟ يعني فيها مذاهب كثيرة في أولاد
الكلام ده كله المزال في ايه؟ في اولاد المشركين، انما اولاد المؤمنين ما فيهاش خلاف، ده بالاجماع. ما قيل في اولاد المسلمين؟ قال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، الحنث اللي هو التكليف يعني، والتكليف ايه؟ بالاحتلام او الحيض. المرأة تبلغ بايه؟ بعلامة البلوغ عند المرأة الحيض، وعلامة البلوغ عند الايه؟ الذكر الاحتلام. طب لم يحتلم ولم تحض؟ قالوا في سن 13 سنة، وبعدهم قال 15 سنة، يعني على خلاف 13 ولا 15. لم يبلغ الحنث، كان له حجابا من النار او دخل الجنة. يعني اذا كانوا هم هيحجبوا ابائهم من الايه؟ من النار، يبقى هم من باب اولى من اهل الجنة. فهمت؟ عشان كده ايه جايب لك الحديث ده على طريقة ايه؟ القياس الاولوي، القياس الاولوي من باب اولى. وعنه به قال: ما هو القياس ثلاث انواع، مش القياس ثلاث انواع؟ قياس اولي، وقياس تساوي، وقياس ايه؟ ادنى، مش كده برضو؟ ثلاث انواع من القياس. قياس الايه؟ الاولوي، زي قياس الضرب على التأفيف: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يعني اف حرام والضرب اشد، يبقى الضرب منهي عنه من باب اولى، ده يسموه قياس ايه؟ اولوي. ومثال القياس التساوي: حرق مال اليتيم، ربنا قالك لا تأكلوا اموال اليتيم. طب انا مش هاكلها، هحرقها، هتلفها. ما هو الحق الاكل والاتلاف الاثنين متساويان في ضياع المال على اليتيم، فيسموه قياس ايه؟ تسوية. والادنى زي قياس مثلا الفاكهة على المقتتل المدخر، ويبقى ايه؟ جنس ربوي. فالشافعية قالوا كل مطعوم ولو كان فاكهة. المالكية قالوا لا، ده الجنس الربوي هو كل مقتات مدخر وليس كل مطعوم مطلقا، فالفاكهة ليست جنسا ربويا عندهم. الشافعية قالوا لا، احنا ناخد بقياس الأدنى هنا احتياطا، وقياس الأدنى هنا ان نقيس كل مطعوم على كل مقتات مدخر. فهمت ازاي؟ وهكذا. بل العلماء في القياس الأدنى قد يختلفوا، بعضهم يقول لك اخد بيه ويبقى حجة، وبعضهم يقول لا ليس بحجة، وهكذا بقى. دي انواع يعني. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام البخاري في صحيحه الحديث 97 بعد 300 والألف، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم اللي هو الدورقي، مشهور من مشايخ الامام البخاري، قال حدثنا ابن علية، منسوب الى جدته علية، هو اسماعيل ابن علية، قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، يعني بسبب إيه؟ حزنه وشفقته عليهم. يبقى كل المشاعر الحزن دي والشفقة الإنسان بيثاب عليها عند الله. كلما تشفق على يتيم، تشفق على ضعيف، تحب إنسان فتتأذى من فراقه وتحزن على فراقه، كل هذه المشاعر في قلبك ربنا بيسيبك عليه. وعن أبي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا اللي هو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. يبقى سيدنا إبراهيم ده ابن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنده 17 شهرا، فكان لسه لم يبلغ سن الفطام، فقال إن له مرضعا في الجنة، يبقى هو من أهل الجنة. يبقى الطفل اللي يموت إيه؟ قبل، لأن إبراهيم كان النبي يعلم أن كل الذكور من ذريتي لابد يموتوا. ليه؟ لأن لو عاشوا هيبقوا أنبياء، وهو لا نبي بعد. فهمت بقى؟ وبالتالي كان النبي يعلم أن ذكور نسله لابد أن يموت، وكان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه؟ لكونه خاتم الأنبياء.
صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في أولاد المشركين، عملها باب مخصوص ليل الخلاف فيها بقى. وعن أبي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، قيل أن سعيد بن جبير هو أفضل التابعين، وقيل هو أويس القرني، وقيل سعيد بن المسيب، يبقى اختلف في أفضل التابعين من هو، وقيل سعيد بن جبير، وقيل أويس القرني، وقيل إيه، وقيل سعيد بن المسيب، والله أعلم. أويس القرني اللي المصريين يقولوا عليه عويس، يعني المصريين سموا عويس ويقصدوا إيه، أويس. فتلاقي كتير من المصريين اسمك إيه يا ابني، يقول لك عويس، وبعدين تيجي واحد تاني القرني خلوها أوراني، فتلاقي اسمك إيه يا ابني، يقول لك أوراني، وتلاقي عويس وأوراني من بني سويف، تملي تملي، يعني محافظة بني سويف، لأن فيها مقام لأويس القرني. أويس القرني ليه مقام في محافظة بني سويف، فتلاقي الجماعة اللي من بني سويف، بني سويف دي محافظة اللي هي بلد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية من بني سويف، فايه، فتلاقي تمام لما يجي لي عيان اقول له اسمك ايه، يقول لي عويس، اقول له انت من بني سويف، يقول لي اه، على طول كده، واخد بالك، قاعدة شبه مستقرة. وكذلك أوراني اللي هي قرني، فالمصريين ايه حوروا الاسم يعني. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين، فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يبقى في المشيئة. وده قول الإمام الشافعي فيهم. الإمام الشافعي مذهبه إيه في أولاد المشركين؟ يقول لك في مشيئة الله، هو أعلم هيعملوا إيه ويدخلهم على حسب علمه، بناء لهذا الحديث. وده مذهب الإمام الشافعي في المسألة، قول الإمام الشافعي المنسوب له. الإمام مالك لم يقل في هذه المسألة شيء، لم ينقل عنه قول في أولاد المشركين. يبقى عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، يبقى إيه، هيدخلوا على مقتضى علم الله. اما نقول على مقتضى علم الله يبقى ايه، يبقى في المشيئه، في مشيئه الله. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين. ذراري المشركين يعني ذريتهم، يعني اولادهم، الذراري هم الذريه، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن أبي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وعشان كده جاب لك الحديث ده لمن يقول إنهم ناجين، فاهم؟ لأن كل مولود مولود على الفطرة، ومات قبل البلوغ يبقى مات على الفطرة، يبقى ليه يعذب؟ مفيش ما يستوجب تعذيبه. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يمجسان يعني يبقى من المجوس، يعني دي أمثلة للكفر، يعني لأنواع الكفر. وبعدين أحط بقى كل أنواع الكفر بعديها، يبقى هنا النبي لا يريد الحصر، لكن يريد فقط إيه، نماذج من أنواع الكفر، ولا يريد الحصر. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء؟ زي البهيمة لما بتنجب بهيمة زيها، ناقة تنجب إيه، ناقة، بتنجبها كاملة ولا بتنجبها ناقصة؟ تجبها كاملة. كذلك كمال الإنسان أن يكون على الفطرة، فالمولود بينزل على فطرته كامل. إيه علشان كده بيقول لك إيه، كمثل البهيمة تنتج يعني تولد البهيمة، هل ترى فيها جدعاء يعني مقطوعة الأذن يعني ناقصة الخلقة، ف
فكذلك الإنسان يولد كامل الخلقة ظاهرا وباطنا، باطنا على الفطرة وظاهرا في كمال الصورة. باب. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سامرة ابن جندب، جندب تنفع بتسليس الدال، سامرة ابن جندب، والجندب اللي هو الايه، اللي هو الخنفساء، اسم من اسماء الحشرات، حشرة اسمها جندب، جنادب الارض اللي هي الخنفساء يعني. وكانوا العرب في الجاهلية لا يحسنوا الاسماء، كان احيانا يسموا بالاسماء القبيحة، فجاء الاسلام ونهى عن التسمية بالاسماء القبيحة. قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. ليه؟ لأن جيل الصحابة جيل صدق، أهل صدق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه، أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. فكان رؤى الصحابة هم أهل صدق معتبرة، لأن الرؤية نوع من الوحي فهي من الله، حتى إن النبوة تنقضي ولا يبقى منها إلا الرؤية الصالحة. فكان النبي يهتم برؤى إيه؟ الصالحين. ليه؟ لأنه أهل الصدق لما يرى رؤية بتبقى صادقة. إنما ما يبقى في زمن انتشر فيه الكذب زي زماننا ويقول لك أنا شفت رؤية، مخلطة يا عم ولا تأبه. ليه؟ لأن انتشر الكذب، فلما انتشر الكذب في في اليقظة يقتصر التخليط في الرؤى. فهمت بقى؟ كل ما انت مخلط في اليقظة تكذب وتصدق وتكذب وتصدق تبقى رؤيتك غير دقيقة، وبالتالي لا تلتفت إليه. فما تعيش في ايه؟ في الأوهام. اترك الأوهام، لأن الرؤى دي بقت في زماننا ده أوهام. أهل الصدق في هذا الزمان بقوا قليل. فهمت بقى يا أستاذ؟ فناخد بالنا من الحكاية، لأن في ناس بيمشي ورا الرؤى، حياته كلها ماشية ورا الرؤى، وده خطأ. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احكم على الامور بميزان الشرع لا بميزان الرؤية، لان احنا في زمن الرؤى قد تختلط بسبب انتشار الكذب. لكن النبي كان الجيل بتاعه جيل صدق، فكان النبي يهتم برؤياهم لدرجة ان الاذان نفسه كان رؤية صحابي. شوف الاذان اللي احنا بنأذنه ده لحد دلوقتي الى يوم القيامة ده رؤية صحابي، ورآها ايضا سيدنا عمر، رآها ايه؟ زيد بن عبد ربه، ورآها سيدنا ايه؟ عمر بن الخطاب. الاثنين رأوا رؤيا الأذان. يبقى ده جيل الرؤى بتاعته مهتم انها تم بيه. ليه؟ لأنها تعتبر علم إلهي، علم إلهي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ما يصلي الصبح يسأل الصحابة اللي حاضرين معاه في صلاة الصبح، هل أحد فيكم رأى رؤيا النهاردة؟ علشان إيه؟ يسمع الرؤيا ويأولها له صلى الله عليه وسلم. إذا صلى صلاة، يبدو أن صلاة التنوين هنا إيه؟ يعني يقصد به صلاة الفجر، لأن تملي الرؤى بتبقى ما قبل الفجر، تملي العادة كده يعني، حدش بيشوف رؤية قبل العصر مثلا، نادر، ممكن تشوف، ممكن، لكن نادر، نادر تشوف رؤية وأنت نايم في الضحى أو نايم في العصر، تملي بتحصل مع وقت السحر كده، ده أوقات الرؤى. إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني في تأويلها وتعبيرها. كأن النبي برضه من ضمن علم النبوة أنه يعلم الناس تعبير الرؤى، يعني علم سيدنا يوسف جزء ضئيل من علوم نبينا. فهمت بقى؟ سيدنا يوسف مش كان ربنا علمه التأويل، علم التأويل الرؤى، أو علم تأويل الرؤى ده عند نبينا ذرة مما أوتي من العلوم. فاق بقى النبيين في إيه؟ في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا إيه؟ كرم صلى الله عليه وسلم. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة. النبي هنا هيقص رؤيا، هو اللي رآها بقى. رؤيا النبي ما فيش احق منها بقى، لانه الانبياء اصدق الخلق، فرؤاهم اصدق الرؤى، ولدرجه ان رؤاهم وحي،
من شدة صدقهم رؤاهم وحي. شفت بقى؟ لكن حتى الولي رؤيته مش وحي. ليه؟ لأنه مش هيبلغ في الصدق درجة الأنبياء. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. الكلوب اللي من حديد، عارف انت الحديد الخطاف اللي بيعلق بها الجزار اللحمة اللي عاملة كده، اهو ده اسمه كلوب. يبقى اسمه كلوب يعني ليه خطاف كده، ده الكلوب. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه. الشدق اللي هو جانب الايه؟ جانب الفم. شدقه جانب الفم كده. يبقى جانب الفم اسمه الايه؟ الشدق. يبقى الإنسان له شدقين جانبين للفم. يبقى ايه؟ يجيب الكلوب ده ويدخله في شدق، يمزعه كده لحد ما يوصل قفاه، وبعدين يروح جاي الناحية التانية وينزعه ويروح يعمل قفاه. فدي منظر تعذيب صعب قوي. فالنبي متعجب، ايه الحكاية؟ عمل ايه الراجل ده علشان يعمل كده فيه؟ انه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. يعني كلما شقه على ما يشق التاني يكون اللي اتشق ده اتلأم ويرجع تاني، ويبدأ كده عذاب مستمر. ربنا ينجينا. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. مش وقت تفسير الوقت، انطلق. عايزين يطوفوا النبي يوردوا أصناف كثيرة الأول، بعد كده يبقى يفسروه. قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة. الفهر اللي هو قطعة صخرة كبيرة يعني. يبقى أو صخرة، ده عطف إيه؟ يسموه عطف إيه؟ تفسير. عطف تفسير. فيشدخ به رأسه. يشدخ يعني يكسر، يكسر رأسه. يشدخ يعني يكسر، يشرخ، يحطم. فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر. تدهده يعني تدحرج، يعني يرمي الحجر كده على رأسه يوم يشدخها والحجر يتدحرج. يبقى تدهده يعني تدحرج. فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. علم الرجل ده يروح يجيب الحجر اللي تدحرج، يكون رجل رأس الرجل اللي شدخ ده رجع كما كان، يروح ضربه تاني، يروح يجيبه ويرجع إليه، وهكذا. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عامل زي حاجة كده بتغلي على نار وليها ثقب ضيق من أعلاها، زي القدر كده، ثقب ضيق من أعلاه وواسع من أسفله، زي قدرة الفول. عارفين قدرة الفول المدمس؟ هي كده، تلاقي إيه؟ رقبتها ضيقة من فوق وواسعة من أسفل. هو النبي شاف المنظر ده، وداخل هذا القدر رجال ونساء، وتحتي نار بتوقد وبيغلي القدر ده، لدرجة ان يفوروا يكادوا ايه يعني هيخرجوا من الثقب الاعلى، وبعدين يهدأ النار ينزلوا تاني، وبعدين تتوقد النار، وهكذا. فربنا ينجينا. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت يعني النار رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟
قال انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج من النهر الدم ده رمى الرجل بحجر في فيه فده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة. روضة خضراء يعني جنة مزروعة فيها خضرة، فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، فأخبراني قراءة ورش بترقيق الراء، فأخبراني، والباقي يقول لك فأخبراني، تنفع؟ أحسن تقول الشيخ أراه فأخبراني، أخطأ. لا يا سيدي الحمد لله القرآن سترنا. فأخبراني عما رأيت، قال نعم. هيبتدي بقى ايه يفسر له كل واحد من المظهر من المظاهر اللي شافها دي كلها. اما الذي رايته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبه فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به الى يوم القيامه. يبقى ايه الكذاب اللي ينشر الكذب اللي هي الاشاعات، مش في حاجه يقول لك اشاعات، يقول لك كذبه وتنتشر زي الأخبار الكاذبة كده في الفضائيات وعلى النت وعلى الفيسبوك، ويا سلام قل ما شئت، كل دول إن شاء الله هيشدخ إيه أنفهم يوم القيامة، فمهم يعني يوم القيامة. يبقى مش أي كذبة، الكذب اللي ينتشر هو اللي عقوبته كده. إنما واحد إيه كذب كذبة كده على ابنه ولا بتاع في السر، دي مش عقوبته، بس برضو كده ما يصحش، كده برضو ما يصحش، لكننا كذبة مخصوصة وهو كذب ينتشر ويشيع، فاهم؟ يبقى لازم الصحفيين ياخدوا بالهم عشان ما يزعش خبر إلا ما يستوثقوا، واخد بقى، والمذيعين في البرامج يستوثقوا، وكل القائمين في الإعلام يستوثقوا، وكل من في أمامه ميكروفون بيتكلم بصوت عالي يستوثق ما يخبر الناس به حتى لا يشيع الكذب بين الناس. والذي رأيته يشدخ رأسه اللي هو بيكسر دماغه ده بالحجر، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. يبقى أهل القرآن يحذروا، أهل القرآن يبقوا باستمرار يذكروا ويراجعوا القرآن ويقروا بيه ويصلوا بيه ويعملوا بمقتضى، وإلا هيتعمل فيهم كده، لأن صار القرآن حجة عليهم لما تبقى حافظ القرآن وما تعملش بيه وتنام عنه، يبقى معناه إيه؟ يبقى صار حجة عليك، يعني يكون سبب عقوبتك، إنما لما تعمل بالقرآن يكون سبب إيه؟ كرامتك، يبقى حجة لك يدافع عنك. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. كأن ده عذاب القبر بقى لعصاة الأمة، يبقى دول مش الكفار. على فكرة الكلام ده عذاب لعصاة المؤمنين في قبورهم، فهمت بقى؟ لأن هيفعل إيه إلى يوم القيامة، معناه في البرزخ، فهمت بقى؟ والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، نسأل الله السلام. يبقى اللي يقع في الزنا من أهل الإسلام عقوبته كده
في ايه؟ في برزخه، يدخل داخل هذا القدر ويغلي عليه ويعلى ويغلي ويفضل كده لحد ما تقوم القيامه. فربنا ينجينا. لان الزنا شهوه والشهوه نار، نموذج الشهوه ايه؟ هو النار، فهمت؟ وبالتالي ربنا يمثل لهم بقى شهوتهم في الصوره الحقيقيه يعذبوا بها. والذي رايته في الثقب فهم الزناه، والذي رايته في النهر اللي هو نهر الدم بقى وكل مش عارف يطلع منه، آكلوا الربا، لأن كأنهم بيأكلوا إيه؟ أموال الناس بالبركة، كأنهم بيأكلوا دمائهم. والشيخ في أصل الشجرة سيدنا إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. والصبيان حوله فأولاد الناس، أو أولاد الناس عموما، يبقى دل على أن إيه؟ أولاد المشركين كمان مع أولاد المسلمين. والذي يوقد النار مالك، مش في معه رجل في يده شعلة عند هذه الشجرة، ده مالك بقى خازن النار بيوقد النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء اللي هي الدار الأعلى منها بقى، فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، يبقى اللي كانوا بيطوفوا النبي في سورة رجلين سيدنا جبريل وسيدنا ايه؟ ميكائيل عليهما السلام. فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك، منزل النبي أعلى المنازل بقى صلى الله عليه وسلم. قلت دعاني أدخل منزلي، قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. يبقى دي رؤية جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عظة كبيرة وفيها بشارة، فيها عظة وبشارة، فعلينا اننا نحفظها، ومفيش مانع تعملوها خطبة جمعة تعلموا الناس في زمن الكذب، انتشار الكذب ده خلي الناس تتعلم، في زمن انتشار الزنا خلي الناس تتعلم، في زمن انتشر فيه اكل الربا خلي الناس تتعلم. لان كتير من اللي بيخطبوا الجمعة يقولك عايز اخطب جمعة اقول ايه؟ عندك كلام كتير تقوله بس انت اللي ما بتقراش يا مسكين، فهمت؟ يقرا كل يوم الجورنال وعنده خطبه جمعه يقول لك اخطب فيه، طب انت بتقرا الجرايد، اقرا سنه النبي، وانت هتلاقي مواضيع كتيره الناس محتاجه تتعلمها. باب موت يوم الاثنين، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أمنا في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، وآمن بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين، أمنهم حتى نأمن في الحج والعمرة يا رب العالمين، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.